خلاص. المحاضره اللي فاتت كنا بدانا نتكلم على الاوتبوت درايفرز. هي مالها المحاضره اللي فاتت؟ انا معلش هو في ودن انا مش سامع منها فعلي صوتكم شويه. ماشي اسال. بس انا فرض ان في ناحيه تانية ترمينيشن فبرضه هيتقسم على اتنين. تمام. طب وفي برضه كومبنسيشن ما عندناش حسب بقى مع حسب انت هتحط الدوميننت بول بتاعه الكومبنسيشن فين. ممكن انت تبقى عايز تحط الدوميننت بول جوه الاوب ام او كنت بقول لك ممكن في بعض الامبلمنتيشن تلاقي انك تعرف تحطه على النود اللي انت بتسنس منها كومو مود. فعلى حسب بقى فين الدوميننت بول في اللوب بتاعتك يعني. طيب تمام. يعني ارجو ان انتوا تكونوا سامعيني كويس وهم سامعيني كويس. هنشوف يعني هنجرب تجربه النهارده. طيب كنا بدانا نتكلم الاسبوع اللي فات على الفولتج مود درايفرز. تمام. وقلنا ان دي طريقه ممكن تسمح لك ان انت ايه بلور سوينج هنشوف دلوقتي تعرف تديزاين درايفر. تمام. فكنا اتفقنا ان هو لما تبص عليه هو شبه السيموس بافر. خلاص. الفرق بس يعني زي ما اتكلمنا السلايد الاخيره المحاضره اللي فاتت ان انت هتزود مع السيموس اوتبوت بافر بتاعك سيريس ريزيستور بحيث السيريس ريزيستور دي هي اللي بتبروفايد الايه الاوتبوت ترمينيشن. فلما اجي ابص على الاوتبوت امبيدنس بتاعت الدرايفر هشوف ايه هشوف ال 50 اوم اللي انا كنت عايزها. تمام. طيب بس اول حاجه بدانا نفكر فيها المره اللي فاتت قلنا طيب بس ازاي هعرف اجيب بروجرامبل سوينج يعني السي ام ال والاتش بريدج كنت بعرف اكونترول السوينج عن طريق الايه الكرنت اللي كنت ببايس بيه الديفرنشال بير. طيب بس المشكله بقى في ده ان زي ما هتشوفوا دلوقتي الكنترول بتاع السوينج مش سهل. تمام. ومهم جدا في السيريال ستاندردز دي انك تعرف تطلع ايه سوينج معروف وتعرف تبروجرام السوينج تغيره على حسب ايه كل ستاندرد هيقول لك انا السبيك بتاعي محتاج ديفرنشال بيك تو بيك سوينج قد ايه. طيب فقبل بس ما نخش على السوينج كمان كان في نقطه اضافيه قصه الايه ان الاوتبوت امبيدنس دلوقتي ما بقتش بس داخله فيها الفاليو بتاعت الباسيف ريزيستور مش كده. يعني لو تفتكروا السي ام ال والاتش بريدج كان الاوتبوت امبيدنس هي الايه الار على طول صح. لكن هنا الاوتبوت امبيدنس بقت مين بقت الار زائد الاون ريزيستنس طبعا بتاع الموس. فالاون ريزيستنس بتاعت الموس في الدي فانكشن في الموبيليتي وفي الايه سي اوكسايد وفي الفي ثريشولد فدي طبعا هتتغير مع الايه مع البروسيس كورنرز. تمام. او مع السبلاي فاريشنز والتمبريتشر. فلازم نحتاج طريقه نكاليبريت بيها الايه الاوتبوت امبيدنس عشان تعرف تجيب ريتيرن لوس كويس واكروس ديفرنت بارتس يعني وايه وديفرنت بروسيس كورنرز لما تيجي تصنع الدايره دي ان ماس برودكشن يعني. طب فايه الطريقه بقى اللي الناس بيلجأوا ليها للكاليبريشن بتاع الريزستور الاول لان زي ما هنشوف كمان شويه هي دي اللي هنبني عليها بعد كده السوينج كنترول. فهنبدا بس نتكلم على دي الاول. طيب فقال لك ابسط طريقه الرسمه اللي على الشمال دي هي نفس الدرايفر بس الفرق بس ان هو بدل ما يحط الريزستور سيريس غيرها وحطها ايه ان سيريس مع الاثنين واحد مع الان واحد مع البي بس هي كونسبتشولي نفس الدايره. خلاص. الفرق بس ان لما الان موس اللي تحت شغال انت شايف الريزستور اللي تحت مع الار اون بتاعت الان موس ولما الباث اللي فوق هو شغال انت شايف الايه الريزستور اللي فوق مع البي موس اللي فوق. تمام. فكانه فصل التو ريزستورز. خلاص. طبعا يعني ليها عيب شويه ان الريزستور دي هيمشي فيها الايه هيمشي فيها بس هي كده كده بيمشي فيها الكرنت ان سيريس مش فارقه يعني. خلاص. طيب فقال لك بقى ازاي هكاليبريت الار. قال لك هضيف مع الان موس ديفايس اللي تحت او السويتش اللي تحت هضيف معاه ا بانك اوف ايه اوف ان موسز يشتغلوا في الترايود فهي اكتو از ايه ريزستورز برضه. طيب ونفس الكلام بالنسبه لمين بي موس زود معاه الديفايسز برضه. خلاص. الديفايسز دول يعتبروا ان سيريس مع المين سويتش سواء للان او البي فمجموعه ان بارلل ان سيريس مع المين سويتش. طب وهعمل ايه بقى؟ هبدا بديجيتال وورد اطفي اترن اون وترن اوف الان موسز اللي تحت او البي موسز اللي فوق بحيث اكاليبريت التوتال ايه؟ التوتال ار اللي انا شايفه. فلو انت مثلا شايف ريزيستور خلينا بس نشاور هنا. خلاص. لو انا جاي اكاليبريت الاوتبوت امبيدنس اللي انا شايفها من هنا
فالاوتبوت امبيدنس انت شايفها من هنا هي الار الفيكست والار بتاعت السويتش الثابت زائد الار الايه البروجرامبل بتاعت البانك اوف اوف ان موس ريزيستورز اللي تحت. فكده تقدر تكالبريت الان موس ريزيستنس لوحدها والبي موس ريزيستنس ايه اندبندنتلي على حسب بقى تحط كود وورد بكام على ايه على الاثنين. خلاص فدي ايه فدي اول طريقه ممكن استعملها. بس طبعا كده كاني ببروجرام بسيريس ريزيستور صح، لان انا ضفت البانك ان سيريس مع الايه مع الان موس. فطبعا المشكله انها هتاكل شويه في الفولتج ايه في الفولتج هيدروم، بس هتسمح لك تكالبريت الان والبي، فتقدر تكالبريت الان والبي سيبريتلي. طيب في بقى طريقه ثانيه هنشوف بقى ايه الادفانتج بتاعها دلوقتي. قال لك طب بدل ما تاخد الهيدروم او جزء من السوينج يروح على البانك اوف ريزيستورز دول، طب ليه ما اخليش الدرايفر بتاعي يونت سيل كده زي ما انا راسمها هنا. طب بس اعمل ايه؟ اخلي الدرايفر بدل ما هو سيل واحده كبيره اخليه سيلز كتيره وادخلها كلها ايه ان باراليل، فهي هي مش كده؟ يعني بمعنى ايه، بدل مثلا انسو الكالبريشن دلوقتي، بدل ما احط ريزيستنس واحده 50 اوم ممكن اقسم الدرايفر لمالتيبل سلايسز كل 10 مثلا، فيبقى كل سلايس المفروض احط فيها كام ريزيستنس 500 اوم. ليه؟ لانهم في الاخر هيخشوا ان باراليل وهتظهر لي ريزيستنس واحده بكام؟ ب 500 على ان. تمام؟ فعشان كده هو قال لك في الدرايفر هنا حط لي ايه ان تايمز ار، حيث ده ان سلايسز. تمام؟ فلما هيخشوا ان باراليل هتحصل في الاخر على الايه نفس التوتال ريزيستنس بتاعتك. خلاص. طب ايه الميزه بقى في كده؟ الميزه في كده طب طبعا نفس الكلام. ليه هقولها دلوقتي، يعني لسه ما قلتش ليه عملنا كده. خلاص بس خلينا نتفق انها هي هي، لما تكولابس كله ان باراليل ال n تايمز r هترجع r. تمام؟ طيب والسايز بتاع ال n وال p هتعمل ايه؟ هتقسمه بقى العكس، عكس الريزستور، الريزستورز هتضربها لانها ان باراليل هتقل، الترانزستورز طبعا هتعمل ايه؟ هتقسمهم على n، فالويث بتاع السنجل ترانزستور هنا هو ايه؟ هو W على N من اللي هنا، لأن لما كل السلايسز تخش ان باراليل يبقى كل الN موسز هيساعدوا بعض وكل الP موسز ايه؟ هيساعدوا بعض. تمام؟ طب ايه بقى الميزة ان انا اعملها سلايسز زي ما انا عملت كده؟ دي هتديك كاليبريشن فيتشر صح؟ ليه؟ لأن انت افترض ان التيبيكال بتاعتك زي ما قلنا انها تطلع 500 اوم، بحيث ال 10 يجيبوا لك كام؟ 50. طب افرض حصل شيفت 10% في البروسيس في الريزيستنس، او معامل ايه لو ريزيستنس زادت 10%، او معامل ايه بدل ما هم 10 سيلز اخليهم كام 11 سيل، يبقى انا قللت ريزيستنس ثاني 10%. تمام؟ طب لو عكست، لو البروسيس شفتت الريزيستنس بقت ايه لور ب 10%، هعمل ايه؟ نفس الكلام، هفك سيل بدل ما هم 10 سلايسز اخليهم كام 9 سلايسز. يبقى انت عن طريق الكنترول بتاع النمبر اوف سلايسز دي تعرف تتحكم في الدرايفنج سترينث بتاع الان والبي صح؟ يعني طبعا هتظبط الاول الريشيو بتاع الان للبي باي ديزاين، بس عن طريق كنترول بقى النمبر اوف سلايسز تعرف تظبط ايه؟ تحرك الاثنين مع بعض، تكبر الدرايفنج سترينث بتاع الاثنين او تقلل الدرايفنج سترينث، ويبقى كده عملناها بطريقه بارلل المره دي عكس دي. دي كانت سيريس شويه فكانت بتاخد فولتج هيدروم، دي ان بارلل فما عادش في فولتج هيدروم على التيوننج سيركت اللي انا بستعملها. تمام؟ وعن طريق ان انا اتحكم بقى في النمبر اوف سلايسز ان دي هعرف ايه؟ اعمل الكالبريشن بتاعي. تمام؟ طيب ازاي بقى طبعا هطفي واشغل النمبر اوف سلايسز؟ ده مش مرسوم بقى هنا في الرسمه. تمام؟ هعملها ازاي بقى؟ هعملها من البري درايفر، يعني شايفين البري درايفر هو مش مرسوم هنا. البري درايفر ده هو اللي بيديني السيجنال اللي داخل على السلايس، صح؟ فانا زي ما هنتكلم شويه البري درايفر هيديني امكانيات كتيره قوي هنتكلم عليها في المحاضره دي من ضمنها الايكوالايزيشن. انت ابسط حاجه لو انا عايز اطفي سلايس من دول اعمل ايه؟ اشد الان لجراوند والبي لايه لفي دي دي، صح كده؟ مش كده هتطفي السلايس؟ فيبقى انت البري درايفر بدل ما انت مشرطهم على بعض كده هتخلي البري درايفر تفصل الان عن البي وتسمح له ان هو يدخل يا اما السيجنال لو انت عايز تشغل السلايس، يا اما ايه اطفي السلايس ادخل للان زيرو وللبي ايه في دي دي. فيبقى كانك هتحط بس مالتيبلكسر على الانبوت بتاع الايه السلايس بتاعتك، ولو عايز تشغل سلايس دخل عليها الداتا
عايز تطفي السلايس اعملها تراي ستيتد. تراي ستيتد يعني كانك ايه حاطط فيها هتبقى فلوت تمام. فده هيديك امكانيه ان انت ايه تكنترول الدرايفر بتاعك. ال- 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 الكلام ده يعني منشور في بيبر في جورنال اوف سوليد ستيت في 2008. كانوا مستعملين الايه الاركتكتشر دي وهنتكلم عليها كمان شويه في المحاضره. نشوف عملوا زي ايكوالايزيشن. يعني انت يبقى احنا شرحنا دلوقتي عملوا ازاي ايه الكالبريشن بتاع الدرايفر بتاعهم عشان الاوتبوت امبيدنس. طيب بص خلينا حاجه حاجه الاول. يعني ماشي انت كلامك صح دي لو انت بصيت عليها زي ما هي كده مش مديك كنترول على الايه على البول اب والبول داون سيبريتلي خلاص. بس ما حدش قال ان ده لازم يبقى كيس. ليه؟ ما انا ممكن ازود عدد البي سلايسز يبقى غير عدد الان سلايسز. فممكن برضو تعرف تغير في الشكل ده بحيث تعرف تكالبريت الاثنين سيبريتلي خلاص. طيب الحاجه الثانيه اللي انت بتسال عليها موضوع الفولتج هيدروم ده خلاص ده سيريس مش كده. فانت التوتال ار هي الفيكست زائد 2 2 ايه ترايود ديفايسز صح. طب عشان دايما عشان ما يبقاش فيه في الاخر الهيدروم بيتوزع على مين على التو ريزيستورز دول. فانت عايز دايما تصغر البورشن اللي على الايه اللي على الريزيستور اللي على الموس. فدلوقتي بقى عندك 2 تايمز الريزيستنس فيبقى لازم اكبر الديفايس الضعف عشان اجيب نفس التوتال ار زي ده. طيب انت بتخسر لان ده اكسترا ايه بارازيتكس واكسترا كاباسيتنس. فاهم قصدي؟ فليها مزايا وليها عيوب. انت ايه الهيدروم ده عشان تعرف تقلله هترجع تكبر الاريا تاني تمام. طيب تعالوا نتكلم بقى على حته السوينج كنترول. هعمل سوينج كنترول ازاي لل اس اس تي درايفر ده؟ ابسط طريقه انك تعمل كنترول ان انت تعمل ايه سبلاي ريجليتر صح. ان انت تشغل الدرايفر ده من سبلاي مش هو الفيكس سبلاي اللي جاي لك من بره الشيب. لا انا هحط ريجليتور لوب هنشوف في السلايد اللي جايه ازاي. الريجليتور لوب دي هي بتجنريت فاريبل سبلاي تمام. السبلاي ده انا اعرف اكونترولو ديجيتالي فعن طريق الديجيتال كنترول اعرف اغير الفي دي دي ريجليتد فاعرف اغير الايه السوينج بتاع الايه الاوتبوت درايفر ده بتاعي. فده اول طريقه تمام. الطريقة التانية بقى طريقة أسهل كمان برضو بنفس فكرة استخدام السلايسز. إيه هي؟ قالك طيب مش كده كده أنت ناوي تقسم الدرايفر ده لديفرنت سلايسز صح؟ عشان موضوع الإيه؟ السوينج كنترول سوري الموضوع الإيه؟ الأوتبوت إمبيدنس كنترول صح؟ طيب فقالك طب ما تفكر فيها بطريقة تانية. لو أنا دخلت الداتا على مجموعة من السلايسز سميها N سلايسز ورحت واخد الداتا قلبتها داتا بار دخلتها على ام سلايسز واخدين بالكم؟ فكده مش كل السلايسز ماشيين زي بعض تمام. لو كل السلايسز ماشيه زي بعض يبقى الفول سوينج اللي هاخده هو ايه هو في دي دي زي ما كنا بنعمل قبل كده. لكن انا دلوقتي بقى عندي سلايسز بتعمل ايه بتعاكس او بتحارب سلايسز. سلايسز بتبول اب وسلايسز بتعمل ايه بتبول داون عكس بعض. ليه؟ لان انت مدخل على الداتا على الام والديتا بار على مين؟ على الان. فيبقى لما الديتا تبقى هاي تمام مين اللي هيحاول يبول اب السلايسز ال لا لو الديتا هاي سوري الديتا هاي يبقى الان هو اللي شغال يبقى اللي فوق هو اللي بيبول داون صح. طب يبقى الديتا بار لو يبقى مين اللي هيبول اب؟ يبقى اللي هيبول اب هو مين؟ هو البي موس ده صح. طيب احسب الاوتبوت سوينج ازاي؟ ها اهمل دلوقتي الار بتاعت السويتش. افترض السويتش ده ايديال يبقى التوتال ار اللي انت شايفها من هنا هتبقى كام؟ هتبقى كام؟ هتبقى ار على ايه؟ ار على ام. والتوتال ار اللي انت شايفها من فوق هتبقى ايه؟ ار على ان. طب في الاخر الاوتبوت سوينج هيبقى مين؟ هيبقى بوتنشال ديفايدر ما بين الايه؟ التو ريزيستورز دول. فلو ارسم بس الدايره بره كده مره للهاي ومره لللو هتلاقي في الاخر انك هتلاقي ان السوينج بتاعك هيطلع لك بدل ما كان في دي دي بقى في دي دي في ان ماينس M على N plus M. N plus M ده رقم ثابت اللي هو مين؟ اللي هو total number of slices تمام؟ انت مثلا بادئ ب let's say 20 سلايس فالرقم ده دايما ثابت. بس اللي انت بتعمله programming مين؟ ادخل الداتا على مين؟
والديتا بار على ايه؟ على مين؟ تمام؟ طب مين اللي هيخليني بقى ايه؟ ابروجرام الكلام ده؟ ها؟ برضو البري درايفر. ليه؟ مش البري درايفر ده عنده الديتا؟ طب خلاص خليه يطلع لك مين كمان؟ الديتا بار، مش كده؟ طب واعمل ايه بعد كده؟ احط له برضو ملتيبلكسر زي بتاع التراي ستيت اللي كنا بنتكلم عليه، والتراي الملتيبلكسر ده يختار السلايس دي يروح لها ايه؟ الديتا، ولا يروح لها ايه؟ الديتا بار. والكنترول لاين بقى بتاع الملتيبلكسر ده هو اللي هيتحكم في مين؟ هو اللي هيبروجرام السوينج بتاعي. يعني ده اكسترا، يعني فاهم قصدي؟ ده اكسترا كنترول، لان برضو الريجليتور ده اتس ان انالوج واي اوف كنترولينج السوينج. فانت ممكن تبقى في الاخر تقدر تنزل السبلاي فولتج لحد حد معين، بعد كده مش هتعرف تيرن اون واوف الديفايس خلاص، فاهم قصدي؟ فليه ليميت، مش هتعرف تنزل بلو. طب انا عايز بقى انزل اكتر، تستعمل بقى البوتنشال ديفايدر ده، فاهم قصدي؟ مظبوط مظبوط كلامك صح. هتعمل باث مظبوط من السبلاي للجراوند، بس ما فيش حاجه ببلاش بقى، هتعمل ايه؟ يعني الريجليتور هيسمح لك ان انت تنزل السوينج من غير ما تحرق باور، صح؟ بس وانس بدات بقى تعمل كده غصبا عنك يو ويل ديسيبيت باور، ملهاش حل يعني. بس اجين يعني صعب تفكر في الهاي سبيد درايفرز دي ان هي زي السيموس، هي لازم هتكونسيوم كارنت يعني، فاهم قصدي؟ لان عشان تعرف تشتغل على السبيدز العاليه دي غصب عنك هتضطر تعمل كده يعني. هو الانبوت امبيدنس دايما عمليه ان بلس ار على ان بلس ام، يعني بغض النظر عن ازاي هتوزع، يعني معنى كده ان هم لازم عدد السلايسز دول الاوتبوت امبيدنس مظبوط مظبوط. ما دي الميزه بقى بالظبط، ان انت في الستيب الاولى هتعمل الكاليبريشن، فالستيب الاولى هتحدد مين؟ ان بلس ام، فان بلس ام بقت فيكست خلاص. فدي نقطه حلوه قوي، ان كده انت بقى عندك اندبندنت كنترول على الكاليبريشن بتاع التيرمينيشن والسوينج، لان في الخطوه الاولى التوتال ان بلس ام حددت لك الاوتبوت امبيدنس بقت ثابته. بعد كده لما تغير ان هتزود هنا واحده، لازم تعمل ايه؟ تقلل هنا واحده، فالتوتال عدد ثابت فالاوتبوت امبيدنس ثابته. ودي كمان من المزايا اللي هنتكلم عليها لما نتكلم على الايكوالايزيشن، انك برضو مهم قوي في الدرايفرز ازاي تعرف تعمل اندبندنت كنترول على كل البارامترز بقى بتاعت الدرايفر، سواء بقى هي اوتبوت امبيدنس، سوينجز، بري امفاسيس. هنتكلم على البري امفاسيس بس في اللي هو الايكوالايزيشن في السلايدز اللي جاي، تمام؟ بالظبط بالظبط كده بالظبط، تمام؟ يعني الخطوه الاولى هتحدد التوتال، الخطوه الثانيه هتحدد ان بكام وام بكام، تمام؟ طيب تعالوا نشوف ان اكزامبل كده البيبر ثانيه برضو كانت منشوره في جورنال سوليد ستيت في 2007. دي كانت انا مش عارف اقرا بس معلش من هنا. دي 6.25 جيجا بت ترانسيفر في 90 نانو. كانوا مستعملين الفكره بتاعت الريجليتور دي خلاص، بس هم مغيرين شويه في ايه؟ في شكل الاوتبوت درايفر بتاعهم. الاوتبوت درايفر بتاعهم اللي هو الدايره دي، بدل ما يعملوا انفرتر ان موس بول داون وبي موس بول اب، لا عمل حاجه مختلفه شويه. عملوا ايه؟ البول داون ان والبول اب ايه؟ ان برضه خلاص، فكان حطت الاثنين ان موس، تمام؟ طب فهي ثيوريتيكلي هتشتغل، بس الفكره بس لازم تعكس اللوجيك بتاع مين؟ بتاع الجيت، صح؟ يعني انت عايز تبول، عايز تيرن اون البول داون ده هاي، صح؟ لما تيرن اون البول داون لازم تيرن اوف مين؟ البول اب. فهتيرن اوف ازاي؟ يبقى السيجنال اللي داخله فوق هنا ما بقتش هي دي، بقت ايه دايما؟ عكسها، اللوجيك بس مقلوب. فهي كونسبتشوالي
ان هو يعمل ال SST driver ده بدل ما هو NMOS و PMOS بNMOS و NMOS هي هي تمام؟ مش يعني مش فارقة as long as ان هو عكس اللوجيك بس بتاع مين؟ بتاع ده. طب هيعمل العكس ده فين برضو؟ فين؟ في البري درايفر. خلاص هنتكلم شو يعني في السلايدز اللي جاية على الجزء ده من الدايرة اللي هو السيريالايزر اللي هو هنا مسميه الملتيبلكسر. فده اللي حوله من ال 16 بت بارالل داتا اللي هي تي اكس داتا 0 ل 15 وداخل له طبعا الهاي سبيد كلوك. الهاي سبيد كلوك دي اللي هو هيسامبل بيها الداتا خلاص اللي هي لو انت شغال فول ريت عند 6.25 جيجا بت بير سكند دي هتبقى 6.25 جيجا هرتز. بس زي ما هنشوف دلوقتي بتحتاج تعمل ايه؟ ديفيجن. لازم تعمل ديفايد باي 2 ديفايد باي 4 ديفايد باي 8 عشان تعرف تشغل الايه السيريالايزر بتاعك. هنتكلم على الاركتكتشر دي في المحاضره ان شاء الله. طيب فطلعت بعد كده بقى الداتا هنا خلاص دي تبقى الجزء الاخير ده هنتكلم برضو عليه بتفصيل. ده الملتيبلكسر الاخير اللي بيعمل ال 2 to 1 الاخيره لحد ما النود دي تطلع لك السيريال داتا في الاخر اللي هي الهاي سبيد سيريال داتا. بس زي ما انتم شايفين ايه مطلع واحده وعكسها، فحتى هنا مطلع دايما ايه واحده وعكسها فوق. طيب تعالوا بقى نشوف الدرايفر بس هيشتغل ازاي. اول حاجه هو عمله في الدرايفر ان هو خلى السبلاي بتاعه اسمه ايه هنا؟ في اس. طب فعشان اجيب بروجرامبل سوينج في اس ده لازم يبقى ايه؟ بروجرامبل. فراح عمل فوق اهي ريجيليتور لوب سماها في اس ريجيليتور. الفي اس ريجيليتور ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايونيتي جين اوب امب لوب خلاص. يعني الامبليفاير ده عباره عن يونيتي جين اوب امب صح؟ بفر. طب البفر ده بيعمل ايه؟ بيسنس الاي في الار. فعنده زي عامل زي كرنت داك فوق. الكرنت داك يعني بروجرامبل كرنت سورس بالديجيتال سيتنج. هدخل ديجيتال سيتنج هيطلع لي كرنت هيتضرب في الار. فالفي اس ده هيبقى ايه؟ هيبقى اي تايمز ار، والاي ده بروجرامبل ديجيتالي. هياخد الفي اس دي استعملها هي للايه؟ بقت السبلاي بتاعت الدرايفر بتاعه. فدي اول تكنيك اللي اتكلمنا عليه ان هو بيستعمل ريجليتور عشان يكنترول السبلاي. طيب عمل ايه بقى هنا عشان يكالبريت؟ خلاص احنا يعني الخطوه الثانيه عايزين نظبط الاوتبوت امبيدنس مش كده ان هي تبقى ايه؟ تبقى 50 اوم. فهو عمل هنا تركه، عمل لوب ثانيه سماها في ار ريجليتور. ايه الفي ار ريجليتور دي؟ استعمل السبلاي بتاع البري درايفر. السبلاي بتاع البري درايفر بسميه ايه هنا؟ مسميه في ار. خلاص ليه السبلاي بتاع الدرايفر ده مهم؟ السبلاي بتاع الدرايفر ده عباره عن ايه؟ ده سيموس انفرتر. فلما يبقى هنا هاي لما يبقى اون هيطلع لك هنا ايه؟ هيطلع لك في ار اللي هو السبلاي بتاعه. خلاص طيب والناحيه الثانيه ها الناحيه الثانيه هتطلع عكسها زيرو صح؟ لان دايما واحده شغاله ده ان موس ان موس. فهو اللي فوق البول اب شغال يبقى البول داون ايه؟ مطفي. فيبقى ده هيبقى داخل عليه في ار وداخل فين هنا كمان؟ في ار هنا صح؟ طيب طبعا الرسم اثنين عشان هو ديفرنشال مش كده؟ فده مثلا وصل بالاوتبوت والتاني وصل بالايه؟ بالاوتبوت بي. طب المفروض انت شايف من اللود كام هنا؟ ال 100 اوم ديفرنشال بتاعت الريسيفر صح؟ فلو جيت ارسم لك الدايره دي كده هتبقى عباره عن ايه؟ ترانزستور داخل عليه في ار من هنا والسورس خارج على 100 اوم وراجع تاني على انذر ترانزستور اون برضو مش كده؟ وداخل عليه مين هنا برضو؟ هي في ار برضو صح ولا لا؟ واخدين بالكم؟ يبقى الدرايفر شكله عامل ازاي وهو شغال سواء هاي او لو. هو عباره عن ان موس سيريس مع ار سيريس مع ايه؟ ان موس تاني والتو ان موس عليهم ايه؟ في ار. طب فقال لك خلاص طب ما تاخد دي تعملها ريبليكا للترانسميتر. شايفين الريبليكا سيركت دي؟ الريبليكا سيركت للترانسميتر ادي البول اب اهو والار على اثنين اللي هي موديل مين؟ السكيلد فيرجن من الريسيفر والايه؟ والبول داون نتورك. ومدخل على الجيت بتوع الاثنين مين؟ الفي ار. طب وعمل ايه بقى هنا؟ عمل فيدباك لوب. شايفين الفيدباك لوب اللي فوق؟ بتقارن التو فولتجز ببعض تمام؟ وهتسيت الفي ار. طبعا لو افترضت ان دي نيجاتيف فيدباك لوب بجين عالي لازم التو تيرمينالز دول يحصل لهم ايه؟ هيتساووا مش كده؟ فهيسيت في الاخر الفي ار انها تساوي مين؟ اي تايمز ار. اي تايمز ار اللي هي جايه منين؟ من الكرنت سورس الثاني على طول. فيبقى هو عنده بروجرامبل داك هيضربه في ريزيستور هيجيب له حاجه اسمها في ار
اللوب دي هتراك البروسيس فاريشن بقى بتاعت الفت والريزيستور بحيث تجنريت الفي ار الايه المناسبه اللي هي تخلي ده يتراك ايه يتراك ده. طيب استفدت ايه بقى لو عملت كده؟ ها لو الريزيست لو الفولت ده متساوي مع الفولت ده والكرنت ده متساوي مع الكرنت ده مش يبقى لازم التوتال ار دي بتساوي التوتال ار دي ولا لا؟ طيب خلاص يبقى لو افترضت ان انا مثلا حاطط هنا مثلا تعالوا نفترض 200 اوم يبقى لو الار لو الكرنت ايدنتيكال يبقى لازم ده يبقى كام؟ 200 اوم برضو. يبقى لو الار على 2 دي هي ال 100 اوم بتاع ده يبقى التو ديفايسز دول جابوا لي ايه؟ ال 100 اللي فاضله. خدتوا بالكم؟ يبقى هو استعمل الريبليكا لوب دي ان هي تماب الدرايفر بتاعه وثبت الار في الرجل اللي على اليمين من اللوب. فبالتالي ايه لما نقل الفي ار على الجيت فولتج عرف يثبت التوتال ريزيستنس اللي هي عباره عن ايه الار اون بتاعت الان موس زائد الار الفيكست اللي هي اسمها هنا ار على 2 زائد الار ان بتاعت الايه البول داون نتورك. فيبقى كده ضمن ان الار بتاعت البول اب زائد الار بتاعت البول داون هتساوي مين؟ هتساوي ار صح؟ يعني لو الاثنين دول متساويين يبقى ار بول اب زائد ار بول داون لازم تساوي ايه؟ هتساوي ار لان اللي في النص دي ار على 2 تمام. وطبعا هتسكيل بقى دي فيرجن من دي طبعا عشان ما تحرقش نفس الايه نفس الكرنت فيها تمام. عشان تبقى ايدنتيكال ريبليكا يعني ممكن تعمل اللي انت بتقوله اخد ده وده واخليهم بدل ما التوتال بتاعهم يساوي ار يبقى التوتال يساوي ار على 2 بس عشان يبقى الترانزستورز في ايدنتيكال ايدنتيكال ريبليكا للريل درايفر. الريل درايفر هيشوف هنا ار ولا لا؟ هيشوف هنا ار فهو عايز يعمل ريبليكا بالظبط منه. فاهم قصدي؟ لان في طبعا فولتج دروب عليهم لان في كارنت ماشي. فاهم قصدي؟ لا تاني ازاي ايه معلش؟ تمام مظبوط ده هيست ماكسيمم ومينيمم على الفي اس والفي ار صح؟ يعني انت عمرك ما هتعرف تعلى عن الجيت ماينس الفي ثريشولد مش كده؟ بس از لونج از ان انت يعني ده اعلى منك خلاص هتطلع للفي اس مفيش مشكله. ففي في ليميت للفي ار مش هينفع ينزل بلو حاجه معينه. فاهم قصدي؟ ده كلامك مظبوط. فطبعا في ليميتيشن عشان الدايره تشتغل مظبوط يعني ماشي. طيب اي اسئله في الدايره دي؟ يعني هو بس لا هو ان جنرال البي موس يوجوالي الموبيليتي بتاعته اسوا باي فاكتور اوف 2 عن الان موس صح. فعشان تجيب نفس الار اون هتند ان يبقى عندك توايس الكاباسيتنس عشان توايس الاريا. فاحيان كتير بيبقى احسن انك تعرف تعمل داير بالان موس تمام. بالظبط كده. طيب تعالوا بقى ايه قبل بس ما نكمل كلام في الدرايفرز ندي بس انترودكشن سريعه كده للبري امفيسز خلاص او الايكوالايزيشن اللي هيحصل في الدرايفرز عشان نشوف ازاي هانكلود ده في الايه في الديزاين بتاعي خلاص. ف يعني سريعا كده ايه هو انتوا اكيد سمعتوا يعني عن البري امفيسز او ساعات كنا بنقول عليه دي امفيسز وهنشوف ليه بنقول عليه دي امفيسز دلوقتي. انا عايز اعمل ايكوالايزيشن لللينك خلاص زي ما اتكلمنا المحاضره اللي فاتت عشان الانتر سيمبل انترفيرنس اللي ممكن يحصل نتيجه الايه الليميتد شانل باندويث. فلو عندي باندويث بالمنظر ده شانل قصدي بالمنظر ده ال 3 دي بي باندويث بتاعتها ليميتد مش هعرف ايه ابعت فيها داتا برود باند داتا عندها ايه فريكوانسي سبيكترم لانها هتبدا ايه اتنيويت الهاي فريكوانسي ريسبونس خلاص. فعشان اعمل اعالج الموضوع ده بضطر احط ايكوالايزر يعمل ايه الايكوالايزر يديني ريسبونس عكس الشانل. الشانل بترول اوف في الهاي فريكوانسي الايكوالايزر المفروض يمشي زي الايه الخط الاسود المنقط ده يبدا بفاليو خلاص ومش شرط الفاليو دي تبقى زيرو زيرو دي بي يعني ممكن الفاليو دي تبقى نيجاتيف زي ما احنا راسمين هنا. فعشان كده هتشوفوا بنسميه ساعات دي امفيسز لان هو ساعات بيدي امفيسايز السيجنال هو بيضعف السيجنال بس في انهي جزء من الفريكونسي سبيكترم في اللو فريكونسي
خلاص. بس بعد كده بيبدا في الهاي فريكوانسي يعمل ايه؟ يمشي عكس الشانل خلاص. وهنتكلم شويه ليه ساعات بضطر اعمل كده باي ديزاين في السيركت، ان انا اخليه ياتنيويت في اللو فريكوانسي خلاص، ما يبداش من الزيرو ويزيد، لا انا باي ديزاين ببداه بنيجاتيف خلاص. طيب فده الخط الايه الاسود السوليد خلاص. الخط الازرق ده يعني زي ما هتشوفوا في السلايدز اللي جايه هيبقى ده الري ريسبونس اللي هتحصل عليه بقى من الديسكريت تايم فلتر اللي احنا نستعمله، لان معظم الامبلمنتيشنز دي انت شغال ديجيتال اوريدي صح، ميكس سيجنال، فانت اوريدي عندك السيجنال وعندك الكلوك، فكل البروسيسنج بيتم على الايه على كلوك سيستم، فهو ديسكريت تايم سيستم، فالفلتر اللي هنبنيه هيبقى ديسكريت تايم فلتر، عشان كده هتلاقي الريسبونس بتاعه ايه طالع عامل كده اللي هو الخط الازرق ده. هنشوف ازاي تعرف تدرايف الايه الريسبونس بتاع الفلتر. طب في الاخر هعمل ايه؟ هكومباين الشانل ريسبونس مع الفلتر ريسبونس. انا يهمني في الاخر الدلتا اللي هي بنسميها الهاي فريكوانسي بوست اللي هي هحصل عليها منين؟ من الفلتر بتاعي، فاللي هي تبقى فين او الايكولايزر بتاعي اللي هي المسافه دي اللي هي من اول اعلى حاجه هنا اللي هو عند الهاي فريكوانسي لاقل حاجه هنا، دي اللي بنسميها الهاي فريكوانسي بوست بتاع الايه بتاع الايكولايزر بتاعك. لما تكاسكيد الاثنين مع بعض هتلاقي ايه اللي حصل للشانل بانوث، شانل بانوث زادت شويه مش كده كومبيرد للاصليه، بس اوفرول كل الايه الكيرف نزل لتحت، بس هنشوف ان ده احسن للانتر سيمبل انترفيرنس يعني تمام. طيب بس خدوا بالكم من حاجه قبل ما نكمل، ان انا بعمل الكلام ده للسيجنال فين؟ في الترانسميتر خلاص. يعني هو دايما في السيريال لينك الايكوالايزيشن بيتم في ناحيتين، جزء في الترانسميتر وجزء فين؟ في الريسيفر. اللي احنا بنتكلم عليه ده الجزء اللي بيحصل في الترانسميتر خلاص. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان السيجنال لما تطلع من الترانسميتر هتبقى لسه ما شافتش مين؟ ما شافتش الشانل، بس شافت الايكوالايزر ولا لا؟ شافت الايكوالايزر. فالسيجنال لما تبقى خارجه من الترانسميتر هتبقى كانها بري ديستورتد. فاهمين يعني ايه؟ يعني السيجنال مش هتبقى طالعه سيجنال طبيعيه، هتبقى طالعه سيجنال انت حاطط فيها ايه؟ هاي فريكوانسي بوست، عشان لما تخش في الشانل والشانل تعمل لها اتينيويشن توصل لك في الاخر سيجنال شكلها ايه؟ سليمه. وهنشوف شكل السيجنال بيبقى عامل ازاي في الايه؟ في السلايدز اللي جايه يعني. تمام؟ طيب ليه بقى بنضطر نعمل اتينيويشن في اللو فريكوانسي؟ هنتكلم على الكلام ده في الجزء بتاع السيركتس لما نشوفه، لان عاده زي ما اتكلمنا في السلايدز اللي فاتت انت عشان تكبر السيجنال في اللو فريكوانسي ده معناه ايه؟ ده معناه ان الدرايفر بتاعك لازم يعمل ايه؟ لازم يكبر السوينج صح ولا لا؟ عشان اعرف لو انت بتقول لي انا هديزاين في ترانسميتر ايكوالايزر عايزه يكبر السيجنال في اللو فريكوانسي، يبقى انت طالب من الدرايفر يعمل ايه؟ ها يكبر الفولتج سوينج، يبقى لازم يعمل ايه في الكرنت؟ يبقى الدرايفر كرنت لازم يزيد صح؟ فمعظم الستاندردز بتعمل ايه؟ بيبقى فيه ليميتد هيدروم للايه للسوينج اللي مسموح بيه، عشان انت مثلا ليميتد في السبلاي فولتج، فممكن انت باي ديزاين لما تيجي ديزاين درايفر ما تبقاش عارف تزود السوينج عن حد معين خلاص، وهو الستاندرد مش هيطلب كده كأنك تزود عن حد معين، بس انا عايز اعمل ايكوالايزيشن، طب اعمل ايه؟ انا مش قادر ازود السوينج يا اما نتيجه الاكسترا باور كونسامشن يا اما نتيجه الهيدروم او السبلاي فولتج، فساعتها الحل الوحيد ان انت تعمل ايه؟ زي الرسمه دي، ان انا خلاص عشان اعمل البوست لا انا هقلل اللو فريكوانسي، فهسيب الايه؟ الهاي فريكوانسي زي ما هو، وبالتالي التوتال باور كونسامشن او التوتال سوينج الاعلى هيبقى هو هو تمام؟ هتوضح لما نبص على الايه؟ التايم دومين ويف فورمز النقطه دي اكتر يمكن. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ ابسط طريقه دايما الناس بتستعملها في السيريال لينكس ان هو يستعمل ايه؟ ستاندرد اف اي ار فلتر اللي هو الفاينايت امبلس ريسبونس فلتر. طيب ليه ده اسهل نوع فلتر؟ لان زي ما اتفقنا انت الداتا اوريدي عندك ديجيتال صح؟ فالاكس دي انت عندك اوريدي السيجنال تقدر تكريت منها ديليد فيرجنز بسهوله جدا، لان انت عندك الهاي سبيد كلوك في ترانسميتر صح؟ انت عندك الانفورميشن بتاعت الكلوك في الترانسميتر. طيب فالاف اي ار فلتر ده لو تفتكروا كان قصته ايه؟ انت بتدخل الداتا ستريم تعمله ديلي 1 كلوك وبعدين ديلي 1 كلوك وبعدين ديلي 1 كلوك صح؟ وتعمل ايه بعد كده؟ تضرب كل الديليد فيرجنز دي في ديفرنت ويتس A plus 1 A 0 A minus 1 A minus 2 وتعمل summation كده. هو ده ببساطه هو الفلتر بتاعنا.
خلاص. فيري سمبل ابروتش. الميزه ايه؟ ان انت اوريدي عندك السيريال داتا دي، يعني اكس اوف ان دي هي السيريال داتا اللي انا عايز ابعتها، تمام؟ طيب والزد ماينس 1 دي عباره عن ايه؟ ها؟ هي فليب فلوبس، صح؟ يعني السيريال سيجنال دي لو دخلت على فليب فلوب عملت لها سامبلنج بالهاي سبيد كلوك، مش يبقى كاني عملت لها 1 تي كلوك ديلي ولا لا؟ 1 تي كلوك اللي هي الزد ماينس 1. فالامبلمنتيشن بتاعه في السيستمز بتاعنا بسيط جدا، ان كل زد ماينس 1 من دول هيبقى دي فليب فلوب، خلاص شغال بالايه؟ بالهاي سبيد كلوك. طبعا هنشوف بقى الريل امبلمنتيشنز عامل ازاي، احنا بس بنتكلم دلوقتي ايه؟ كونسبتشوال، خلاص كونسبتشوالي هو دي فليب فلوب هيديلي الداتا. الميزه كمان في ايه بقى هنا؟ ها؟ انت في الترانسميتر انت عندك السيريال داتا، صح ولا لا؟ طيب بما ان انا عندي السيريال داتا، انا اسف، انا عندي سيريال داتا، بس انا عندي ايه كمان غير السيريال داتا؟ انا عندي البارلل داتا كمان، صح؟ طب بما اني عندي البارلل داتا، فهل انا عارف المستقبل ولا لا؟ انا عارف المستقبل اللي هيتبعت، تمام؟ عشان بعضكم سال على موضوع الكوزاليتي المره اللي فاتت، فانا ببعت السيريال داتا بس انا عارف البت اللي هتيجي بعدها، خلاص مش عارف بس البريفيوس هيستوري. فاكرين ما اتكلمنا على البوست كيرسر اي اس اي والبريكيرسر اي اس اي؟ الميزه في الترانسميتر ان انا عندي المعلومتين، اقدر اكنسل بيه البوست كيرسر اي اس اي اللي هو الانتر سيمبل انترفيرنس اللي جه من البيتس اللي اتبعتت قبله، خلاص، او من الحاجات اللي هتتبعت بعده. ليه؟ لان انا عندي معلومه مين؟ الاكس اوف ان بلس 1، خلاص. فانا عشان كده هنا انتشنلي كتبت لكم على الاولانيه ايه؟ اكس اوف ان بلس 1. ليه؟ لان المين كيرسر، المين كيرسر بتاعي هو مين؟ هو اكس اوف ان، خلاص. فدي براحتي لان الداتا عندي، انا اقدر اعرف اي واحد فيهم يبقى هو المين، واي واحد هو ايه؟ البريفيوس، واي واحد هو الايه؟ البوست، تمام؟ فدي من مزايا ايه؟ الترانزميت بيسموها اف اف ايز اللي هي الفيد فورورد ايكوالايزرز، يعني هو ده المصطلح الشائع قوي للنوع ده من الايكوالايزيشن، بيسموه اف اف اي اللي هو الفيد فورورد ايكوالايزرز اللي بيحصل في الايه؟ في الترانسميترز. طيب عدد التابس اللي احنا بنسميهم بقى اللي هم الكوفيشنتس هنا، يعني تيبيكلي ممكن يبقى من 3 ل 4 تابس على حسب الستاندرد، هو اللي بيديفاين الاف اي ار فلتر بتاعك يبقى تاب في كام تاب، خلاص. برضو الستاندرد ممكن يسبيسيفاي مش بس النمبر اوف تابس، ممكن يسبيسيفاي الماكسيمم تاب ويت، خلاص، لان زي ما اتكلمنا في السلايد اللي فاتت كل ما بزود الايكوالايزيشن بيحصل ايه للجين عند الدي سي؟ بيقل. فلازم يبقى في ليميت عشان ما تقفلش في الاخر الايه؟ الاي بزياده عن اللزوم زي ما هنشوف كمان شويه، خلاص. فدايما الستاندرد بيست الماكسيمم تاب ويتس والنمبر اوف تابس، فده بيديترمن طبعا الاماونت اوف بري امفسيس او دي امفسيس، يعني الناس بتستعمل ساعات المصطلح ده او ده الاثنين واحد في المجال بتاعنا، يعني البري امفسيس والدي امفسيس. وطبعا النمبر اوف تابس هيحدد الكواليتي اوف ايكوالايزيشن، تعرف تلعب بقى بالتاب ويتس وتكمبنسيت للاي اس اي بتاع الايه؟ الشانل اللي انت هتبعت فيها الداتا. طبعا نرجع بقى للايه؟ للدي اس بي، تعرف على طول تكتب الايه؟ الترانسفير فانكشن بتاعه الاف اي ار فلتر ده، ان هو اي بلس 1 اللي هو الكوفيشنت الاولاني في الزد زائد اي نوت اللي هو المين كيرسر زائد اي ماينس 1 في الايه؟ في اكس اوف ان ماينس 1 اللي هي جابت لك الزد ماينس 1 زائد اي ماينس 2 في ايه؟ في الزد اس ماينس 2. فدي كده الديسكريت تايم امبلس ريسبونس بتاعت الايه؟ السيستم بتاعك، تمام؟ او ترانسفير فانكشن يعني. طيب as an example كده، لو انا قلت لك عندك 4 tap FIR، تعرف بقى من ال discrete time FFE response اللي عملناه في السلايد اللي فاتت تحسب ال high frequency boost اللي كنا بنتكلم عليه ده ولا لا؟ خلاص طالما عندك ال H of Z، خلاص تعريف ال boost هو ايه؟ اللي هو ال high frequency gain على low frequency gain، هو ال transfer function عند ال Nyquist، عند F تساوي F Nyquist على ال transfer function عند ال ايه؟ عند ال DC، خلاص. فمجرد بس هرجع بقى اعوض في المعادله دي مره عند اف بزيرو اللي هي طبعا الزد هي ايوس جي اوميجا تي بت او تي كلوك، هي خلاص هحط الاف بزيرو هيبقى الزد ب1، فهرجع اعوض في الاتش عند الايه؟ اف بزيرو هيطلع لي الاتش عند الدي سي، وبقى اني ارجع اعوض تاني عند النايكوست، خلاص اف نايكوست، طبعا اف نايكوست اتفقنا هي ايه؟ هي الاف بت ريت على 2، خلاص. فاخد بالي بس هنا ان انا هعوض الاف نايكوست هي
واحد على 2 تي بت خلاص او 2 تي كلوك، لان اتفقنا التي كلوك هي هي التي بت. فيبقى الاف نايكوست الزاد عندها هتبقى بماينس 1، هرجع اعوض اجيب الايه الاتش عند النايكوست فريكوينسي هيطلع لي ده. يبقى لو عرفت قيمه التابس هتعرف تحسب على طول الايه البوست جيفن الايكولايزر بتاعك. خلاص ده احنا كنا رسمينه في الرسمه ايه اللي فاتت. طيب قبل بس ما نخش على السيركت امبلمنتيشن اوريكم بس بعض اشكال الويف فورمز. فلو اللي فوق على الشمال ده هو الايديال 0 0 1 اللي انت عايز تبعتها في الشانل، الشانل اللي احنا كنا رسمينها في السلايدز اللي فاتت، لو دخلت فيها السيجنال دي هيطلع لي ايه اللي فوق طبعا ترانسميتر سيجنال، اللي تحت هي الريسيفر سيجنال. فواضح طبعا ان الريسيف سيجنال فيها ايه انتر سيمبل انترفيرنس والاي مقفوله، نفس الكلام اللي قلناه ايه المره اللي فاتت. طيب البري امفسيس عمل لك ايه بقى؟ خد نفس السيجنال دي تمام بس دخلها على الاف اي ار فلتر اللي اتكلمنا عليه في السلايد اللي فات. وطبعا بس هتختار بقى الايه الاوبتيمم تاب ويتس خلاص، يعني ان شاء الله في المحاضره اللي جايه نتكلم على الايه على شويه يعني على الادابتيف الجوريزمز الناس بتجيب الاوبتيمم تابس ازاي. فبس اسيوم دلوقتي ان انت عرفت ايه هو قيمه الاوبتيمم تاب ويتس دي، هتسيت التاب ويتس، هتلاقي الاوتبوت بتاع الترانسميتر طبعا ده الاوتبوت عند الريسيفر، هتلاقي الاوتبوت بتاع الترانسميتر بدل ما كان طالع لك ايديال كده زي اللي فوق بقى طالع لك عامل ازاي الشكل اللي تحت ده اللي هو بري ديستورتد. خلاص بري ديستورتد معنى ايه؟ بص كده على الرسمه هتلاقي اي بت عندها ترانزيشن زي انهي واحده زي دي مثلا حصل ايه للسوينج عندها؟ ها وصل للماكسيمم بس ال البت اللي بعد اللي حصل فيها ترانزيشن السوينج حصل له ايه على طول؟ قل. صح ليه؟ لان يعني السوينج هنا ماله؟ هنا مفيش ترانزيشنز فالسوينج حصل له ايه؟ قل، ما بقاش يوصل للفول فاليو زي الترانزيشن بت. يعني واخدين بالكم الترانزيشن بت بتوصل للفول سوينج، النون ترانزيشن بت ما بتوصلش للفول سوينج وهكذا. هنا ترانزيشن بت اهي وصل برضو ايه للفول سوينج. طيب هنا مثلا بص النون ترانزيشن بت دي مالها؟ شايف ما وصلتش للفول سوينج وهكذا. فده غالبا الاف اي ار اللي انا رسمه ده سنجل تاب. خلاص ليه؟ لان هو دي 2 بت ترانزيشن ما اثرش تقريبا على ايه على تاني بت. طيب دي بقى السيجنال دي لما دخلت الشانل خرجت عامله ازاي؟ خرجت عامله زي ايه السيجنال اللي على اليمين هنا. طب ايه اللي حصل هنا؟ لو تاخد بالك هتلاقي الترانزيشن بيتس اللي هي الفيري هاي فريكوانسي ترانزيشنز دي حصل لها ايه اتينيويشن فصغرت. طب النون ترانزيشن فضلت طبعا ايه زي ما هي. فلما بص على الويف فورم دي هي حصل لها ايه اتينيويشن صح، بس في انتر سيمبل انترفيرنس ولا مفيش؟ مفيش. ليه؟ لان الوانز والزيروز كلهم بيحصل لهم ايه فول سيتلينج. خلاص طب عشان اقتنع بكده لازم اعمل ايه؟ ارسم الاي دياجرامز بتاعت الثلاثه سيناريوز دول ماشي. يعني السلايد اللي جايه نفس السيجنالز دي ودي ودي هرسم بس الايه الاي دياجرام بتاعتهم. طب شكل الايز هيبقى عامل ازاي؟ اول واحده على الشمال هي لو ما كانش فيه اي بري امفسيس خلاص او ايه ايكوالايزيشن. الاي جت للريسيفر عامله ازاي؟ الدلتا واي اوبننج والدلتا اكس اوبننج مالهم صغيرين جدا، فالانر اي اوبننج صغيره قوي. الاوتر اي طبعا مالها كبيره جدا. الاوتر اي هي ال1 فولت كامله صح، لان ما فيش اي دي امفسيس حصل للسيجنال. طيب ايه اللي بعدها هنا؟ اللي بعدها دي الاي دياجرام بتاعت البري ديستورتد سيجنال وهي خارجه من الترانسميتر قبل ما تخش الايه الشانل. فحصل ايه للاي دياجرام هنا؟ عكست بقى. ازاي عكست؟ تعال نفكر فيها كده. فين الـ فين السي اي ديز اللي هي كونسيكوتيف ايدنتيكال ديجيتس اللي هي نو ترانزيشن اللي هو الخط ده؟ شايفين الخط ده؟ الخط ده يريبريزنت اي بيتس ما حصلش فيها ترانزيشنز. الامبليتيود بتاعها حصل له ايه؟ قل، ما بقاش 1 فولت زي هناك. خلاص الرسمه اللي على الشمال فين السي اي ديز؟ هي الخط ده صح. هنا الخط الاحمر ده هو النو ترانزيشن، هنا النو ترانزيشن هو مين؟ هو اكشولي اللي صغر. طب الهاي فريكوانسي ترانزيشنز على الشمال فين؟ على الشمال هي الاي المقفوله دي صح، على اليمين هي فين؟ ها هي دي صح ولا لا؟ يبقى هنا دي ايه الفول ترانزيشن. هو طبعا معلش هو في خدعه بس انا هنا راسمها بعد الشانل دي مش عند الترانسميتر. ها
دي بعد الشانل، فهي عشان كده اوريدي اتنيويتد يعني عشان ما تلخبطوش بس. لكن اللي خارج من الترانسميتر انا سبت الترانزيشن بيتس واخده الايه الفول سوينج بتاعها. طب فحصل ايه بقى لما البري ديستورتد اي دي وصلت من الشانل؟ ها السي اي ديز فضلت زي ما هي، اللي هي دي اللي هي عند بوينت 4 هنا، فضلت هنا فين برضو عند بوينت 4 اهي زي ما هي. طب بس الامبليتيود بتاعه قال هو مين؟ هو الترانزيشن بيتس دي، دي نزلت فين؟ دي نزلت برضو عند بوينت 4 هنا. ليه؟ لان الشانل هي اللي عملت اتينيويشن للايه للهاي فريكوانسي ترانزيشن دي، تمام. فطبعا الاي دي لو كانت دخلت على الترانسميتر كنت هتلاقي البيت ايرور ريت وحش جدا على الريسيفر، انا اسف، هتلاقي البيت ايرور ريت قليل جدا، انا اسف، عالي جدا، تمام. الاي دي خلاص بقى عندك ايه ا فيري هيلثي اي اوبننج في الايه في الاكس وفي الواي، فانت كده عرفت تاليمينيت فعلا الايه الانتر سيمبل انترفيرنس، صح؟ ات ذا اكسبنس اوف ايه، ان انت عملت ايه، صغرت الاوتر اي اوبننج. فده عشان كده بنقول لازم في ليميت على الماكسيمم بري امفيسز اللي الدرايفر يقدر يحطه. طب انا عايز ارجع اكبر السيجنال اعمل ايه؟ ها عند الريسيفر حط لها جين بس كده، في جي اي، صح؟ الجين هيرجع يكبر لك الايه السوينج تاني قبل ما ندخلها على السامبلر بتاعي. فيبقى انت عرفت تخلص من الانتر سيمبل انترفيرنس وفي نفس الوقت جاتك كلين اي، وبعد كده ترجع تكبر الاي قبل ما ايه ما تعمل لها ايه سامبلنج، تمام. طيب اي اسئله لحد دلوقتي؟ طيب تعالى ناخد بريك نصلي ونرجع عشان ايه المره فاتت اتاخرنا، ماشي؟